يوسيتو، حلوة من أفونسو للأمام أحمد يوسيتو صوبه. أحمد ياسين خلص أخيرا بعد عد، يضع الكرة بالقوة بالقوة داخل الشباك. شوفها، شوف التصويبة القوية العارضة، ثم ياسين من جديد داخل الشباك. شوفها عندك مرة ثانية، تصدي لكامل تكروني، راحت للعارضة، متابعة دقيقة هذه المرة. يتقدم، فرصة الآن، وتصويبة والتصدي والكرة جول الثالث. فريق الخلود، شوف شوف شوف، متابع متابع جيد اللي هو أحمد ياسين، تصدي من عزيز تكروني، والمتابعة والحضور من أحمد ياسين. نعم، على طول مثل الرادار، مجرد